ترأس معالي الشيخ دكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوزراء وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الخاص بأفغانستان والذي عقد اليوم عبر تقنية المرء والمسموع بدعوة مشتركة من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، حيث تم خلال الاجتماع بحث التطورات التي تشهدها الساحة الأفغانية ومناقشة سبل تعزيز العمل الدولي المشترك لحفظ أمن واستقرار أفغانستان وسلامة شعبها. وقد ألقى معاليه كلمة دولة الكويت في هذا الاجتماع، أشار فيها أن دولة الكويت والمجتمع الدولي يتابعون ببالغ القلق واهتمام تطورات الأحداث في أفغانستان، وأن المنظمات الدولية قد سارع إلى عقد جلسات وإصدار بيانات صحفية واعتماد قرارات كجزء من جهد عالمي منسق يدعو إلى تهدئة الوضع في أفغانستان، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2593 الذي دعا الجميع إلى سلام شامل ودائم. وبين معاليه أن الأزمة في أفغانستان لها تداعيات خطيرة وخسائر كبيرة لم تقتصر فقط على الخسائر المادية والبنية التحتية، بل طالت الأرواح البشرية. كما أدت الأزمة إلى نزوح عشرات الآلاف من الأفغان إلى دول أخرى، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي المتردي في أفغانستان والذي يؤثر بشدة على الظروف المعيشية لمواطنيها. كما استعرض معالي خلال الاجتماع كافة الجهود التي قامت بها دولة الكويت بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لتأمين المرور الآمن للمواطنين الأفغان ورعايا الدول الأخرى، إيمانا بالمسؤولية الإنسانية لهذا الأمر. وأكد معاليه على أهمية التنسيق بين الدول والأطراف ذات الصلة مثل الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة وتقديم المساعدة الإنسانية وتعزيز تطوير البنية التحتية وحماية الشعب الأفغاني وتأمين الحياة الكريمة لهم مع الحفاظ على حقوقهم. وجدد كذلك موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب، ودعوة المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده من أجل القضاء عليه نهائيا. علاوة على ذلك ضمان عدم استخدام أراضي أفغانستان مرة أخرى لتكون ملاذا للإرهاب والتطرف.